مسيرة كفاح وقصة نجاح سطرها النموذج البحريني العربي لريادة الأعمال والابتكار، وذاع صيته عالمياً كنموذج يحتذى به في العديد من الدول. وتبع هذا النجاح تألق رواد أعمال البحرين الذين كتبوا بعزمهم وإرادتهم قصص نجاح. المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو في مملكة البحرين ساهم ولا زال يساهم في دعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عن طريق برنامج تنمية رواد الأعمال والإبداع. وعملية الدعم هذه تم تعريفها للعالم على أنها أداة فعالة من أجل تسهيل التطور الاقتصادي، ولذلك نجد أن المركز هو خير داعم للشباب البحريني الطموح اللي يسعى بكافة جهوده للنجاح في قطاع ريادة الأعمال. ما تبي غير الخام اللي نستخدمه ولا لا؟ حطينا از ان اوبشن. اوكي. ما يبون مثلا تويز بدل اوكي فممكن نحطها. بس وايد حلو، تذكرين اللي انتي سويتي انتصار في الورق ظهر ال اي هاي شو بنستخدم؟ النجاح كتاب عنوانه الشغف والعزم. وميساء الغواص طاقة وطنية تتبع في حياتها نهج ما يعرف للصعوبات معنى. افتتحت مشروعها بلاي ووركس الخاص بالتصميم عام 2013، كونها مصممة أثاث، مهندسة ديكور، مدرسة فنون سابقة ورسامة كاريكاتير ورسوم متحركة. لها السبب عمل ميساء يتميز بنظارة مميزة ولمسات عفوية. ميساء الغواص هي قصة نجاح هذا الأسبوع. أنا تخرجت في من الجامعة وأنا كنت دارسة شيء ما كنت وايد ما كان عندي شغف فيه، وكنت ما أعرف شنو بسوي في حياتي. يعني كان عندي موهبة الرسم وكنت أحب الأشياء اللي فيها كرياتيفيتي، فكنت أقدر إن أشتغل في وايد مجالات مثل إيفنتس، أي نوع من التصميم، رسم. فالواحد أحيانا يجرب عدة أشياء. صرت مدرسة رسم حق فترة، حسيت مو بهاي الشيء اللي قاعد يعطيني إحساس بالإنجاز. رسمت كاريكاتير حق فترة في الجرايد، حسيت أوكي هاي حلو كهواية، وابتديت أشتغل في محل أثاث. كنت أصمم أثاث وديكور، وبعد ما كنت أحس إن هاي شغفي، بس شفت إن في إقبال. فابتديت أفكر زين أنا شنو أحب وشنو السوق ناقصة، وحسيت إن في إقبال على هاي الأول بزنس لي. كان عمري تقريباً 26 سنة، حسيت في إقبال على حجر الأطفال وإنه ما في في السوق يعني تصميم حسب الطلب. فلما بغيت أبتدي هاي البزنس كانوا توني عندي 2 عيال صغار، وما حصلت التشجيع لا من الأهل ولا من أصدقاء، إنه يعني كانوا يحسون إنه مو بشيء لازم أبتدي في ذاك الوقت. وليش وايد كان يجيني هاي السؤال، زين ليش تبين تبتدين؟ زين أنتي درستي في الجامعة، ليش ما تروحين مثلاً تحصلين وظيفة؟ فجربت السلك الوظيفي وما عندي أي شيء ضده، بس إنه حسيت لا، أنا أبي أحط قوانيني، أبي أحط طريقة عملي، وأبي أشتغل حق روحي. كان ينقصني الثقة، إن لأن ما عندك وايد تشجيع من اللي حوالينك، يقولون لك أوكي أنتي موهوبة بس ليش يعني كوني ربة بيت. فاضطريت إن أنا أسوي خطوات معينة عشان إن أنا أبني هاي الثقة. رحت أتذكر حق مثل لايف كوتشز، رحت حق سمعت عن يونيدو. يونيدو كانوا يعني يساعدون رواد الأعمال أو اللي في البداية إنه يعطونهم كورس شلون يسوون خطة عمل. اللي اكتشفته بعدين إنه وعقب ما خذيت الكورس وحصلنا الجائزة الأولى في أحسن خطة عمل،
ان حتى الفكره كانوا ناس يعارضونها، لا ما بتنجحين، لا مين اصلا يبي اثاث حق هال. وما حس ما حسيت ان هاي كل لا 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 اللي قاعد يعني احصله من كل مكان، ما حسيت ان هاي الشيء. احس ان بتحسف يوم من الايام ان ليش انا ما سويت الشيء اللي ابي anyways يعني، وليش ما حاولت. يعني الواحد يحاول وحتى لو فشل احسن من يوم من الايام يقول كان زين او لو كنت محاوله يعني. فعقب يونيدو اكتشفت ان هم بعد يساعدونا في العلاقات، يعني نحصل السبلايرز ونحصل كلاينتس ويوصلوننا حق بعض. فلي يوم كذي انا ماخذ هاي الكورس مع يونيدو قبل كم يعني يمكن يصير 13 سنه تقريبا، لي يوم كذي هم اعتبرهم سند. وابتديت من هناك، كانوا حتى ويا بي دي بي بيعطون اي احد اي رائد اعمال الفرصه ان يبتدي البزنس ماله. سبحان الله، لان الواحد يبتدي شيء حتى لو حصل لا، يشوف في ذاك الوقت ان الناس اللي يبون يساعدونه ويبون يكونون معاه يجون. وبس ابتديت بشراكه، يعني ابتديت شوروم، صممنا اثاث للاطفال حسب الطلب. سويت هاي البزنس حق 6 سنين، وحسيت بعدين انه اوكي الحين في طلب ازيد على ان انا اصمم حسب الطلب، ومو بس حق الاطفال. كانوا يجون اليهال ويا امهاتهم الشوروم ويشوفون الاثاث ويتنططون من الاناسه، والامهات دائما يقولون لي وينك من زمان، يعني وينك، نبي هاي الشخص اللي يهتم فينا احنا بعد. فقلت بفتح مكتب ديكور وابتديت ماي سكند بزنس. لين ابتديت السكن الشغلة الثانية البزنس الثاني، حسيت إنه لازم أشتغل بطريقة ثانية. فاستخدمت الموارد والخدمات اللي الدولة تعطينا إياها كرواد أعمال، ولله الحمد. اللي تحسين إنه لو مو مثلاً تمكين ومو التسهيلات اللي قاعد نحصلها، مثلاً مكتبي في مجمع الريادات اللي هو الله يحفظها الشيخة سبيتشا، هي حطتها حق رائدات الأعمال، حق النساء فقط، وهاي الشيء وايد يسهل علينا. أنا شفته خلال خلينا نقول 10 سنين اللي مضت، وايد وايد غيروا في القوانين وسهلوا علينا، يعني بطريقة مو طبيعية. تشوفين كل شخص كان يعتقد إنه هو بس موظف وبس هاي اللي درسه، أشوف طاقات، يعني أشوف حتى صديقاتي، أشوف اللي مثلاً خلينا نقول معيدة في الجامعة وقررت تصير ترينر لأن هاي شغفها، اللي فتحت لها مثلاً محل للعبايات والهاي لأن هي خاطرها تسوي هاي الشيء على طرف شغلها. فأشوف الطاقات قاعد تطلع والناس قاعد يشجعون، وحتى في وقتنا الحالي اللي هو عقب كوفيد والعالم قاعد يعاني، شارع واحد أمر فيه عادي خلال 3 شهور تشوفين 6-7 مطاعم، كافي شوبات، محلات. زين هاي من فتح؟ من اللي فتحهم؟ كلهم بحرينيين. وهاي وايد يجيب الفخر ان الديره وايد تساعد، وايد تسهل، وخصوصا تفتح المجال اكثر حق المراه البحرينيه. فانا هاي يعني وايد احس بالعرفان والشكر ان بكل طريقه سهلوا علينا، يعني حتى ان نوصل حق مثلا اكسبورت بحرين. هاي توا صاير الصادرات ان احنا نصدر خارج البحرين، مين يسويها لهم؟ يعني يعطونا عشان ان احنا نفتح بزنس، يساعدونا عشان ننجح، وكل واحد يحاول اللي يقدر عليه يعني. واذا حاولت وما قدرت وما صار، حاول مره ثانيه. اوكي، فاحنا عندنا بعد شن كونسلتيشن، بعضهم كانوا حق كيدزوم. قلت لك عن هالكلاينت يوم كلمتك في الواتساب. انا غير ان مصممه ديكور واشتغل في مجال الديكور، بعد انا منتور مع تمكين في برنامج مشروعي، ان هم يبون الطاقات الشبابيه وحتى مع انجاز. ف
فيخلون الطالب من عمر 18 سنة ورايح الحين وصلوا لي 35 أظن حق أي شخص يبي يفتح بزنس إنه هو إيه يعطونكم الخبرة يعلمونكم شلون تسوون برزنتيشن. وبعدين هاي الشباب طاقات الشبابية يجون قدامنا إحنا المنتورز أو المرشدين تقريبا إحنا عددنا 15 من كل أنواع الأصعدة في البزنس ويعرضون قدامنا وأحنا نختار اللي نبي نرشدهم وهاي قاعد نعطي من وقتنا وطاقاتنا وخبراتنا بعد من غير مقابل. المقابل هو إن إحنا نحب هالشيء قاعد يعني we're giving back قاعد نعطي مثل ما إحنا حصلنا من ديراتنا نبي نساعد. فأشوف إن حتى المتخوفين يجون ويحاولون وتشوفين اللي صدق قاعد يبذلون المجهود والفكرة حلوة وغريبة حتى تمكين كانوا يساعدون إن يعطونهم مبلغ عشان يسوون بروتوتايب وعشان يعرضونه ويبون لهم سبونسرز. يعني كل شيء على طبق من ذهب بس لازم الواحد يحاول. مثل ما تعرفين يعني على مدى 13 سنة الديرة مرت في وايد أشياء. العالم كله مر في أزمة اقتصادية وحين مع كورونا وكوفيد 19 يعني الأشياء تصير. أنا كنت أحياناً أضايق إن ليش ما كل ما بنقول بسم الله كل ما الواحد شوية وقف على ريلة صار شيء. فذكر أخوي يقول لي يعني الدنيا كذي الواحد يبني بيت يشيل الطوفان يبني مرة ثانية يصير زلزال يبني مرة ثانية يصير أي شيء يعني يضطر يسافر من ديرته لأي سبب يبني مكان ثاني. فهاي النظرة حسستني إن الواحد لازم ما يوقف عند أول عقبة وإيه تصير أشياء. يعني تشوفين أحياناً بروجكت واحد أو قرار واحد غلط الواحد ممكن يحس إنه أوه لو أنا بس حاطه في العقد الترمز اند كونديشنز هاي السطر كان تفاديت هالمشكلة. تتعلمين حق المرة الثانية تتعلمين ثرو ترايل اند ايرور يعني إن تجربين شيء وما نجحتي فيه تجربين شيء ثاني وبس. ما في شيء اسمه أنا الحين خلاص كبرت ما ببتدي من الحين. ما في شيء اسمه إن أنا هاي مو بمجالي. ما في شيء اسمه إن أنا قابلوني ناس من ديرة ثانية جايين للدولة توهم بيبتدون حياتهم يعني وصعوبة عندهم. ما في شيء اسمه أنا بتوقفني هاي العقبة أو غيرها أو ما عندي مساندة من الأهل. وكانوا قدامي بعض الناس اللي أرشدتهم في البزنس وقفوا الفكرة الحلوة اللي عندهم لأن الأهل قنعوهم إنه الحين أنت دارس مثلاً محاماة تروح تسوي محل مثلاً جواتي أو مثلاً واحد دارس معنا من المرشدين دارس طب زين هاي مو بشغفه. حتى لو الأهل صرفوا وسووا زين وراح كانوا يقولون بتصير خضار وحين ما شاء الله من أكبر الموردين في البحرين اللي في مجال الـ F&B يعني. ف لا يوقفك شيء لا يوقفك شيء لا يوقفك انه انا عندي مثلا عائلتي ولا مسؤوليتي. تقدرين تنظمين حياتك تقدرين تسوين الشيء اللي انت تبينه. فهاي اللي بقوله. وبعدين اسهل طريقه ان الواحد يتعلم هو من خلال الكتب وانه ما يوقف يعني انه يعلم نفسه حتى لو كان مو بدارس هالشيء. والمرشدين حصلوا لكم احد في نفس المجال وتعلموا منهم والديرة مسخرة كل شيء عشانكم فلازم ما يكون في عذر. الواحد لازم يحاول قد ما يقدر والباقي على الله. بخليكم بروح حق المواعيد وإن شاء الله أشوفكم باكر بس سوى أبديتس حق الكلاينتس. حصل شغفك آمن بنفسك ولا يوقفك شيء. النجاح بيك.